خصائص القانون الإداري ومصادره. يتسم القانون الإداري بسمات وخصائص تميزه عن غيره من فروع القانون الأخرى، كما أنه يتكون من مجموعة من القواعد القانونية الملزمة. وعلى ذلك فإن مصادره هي نفس مصادر القاعدة القانونية بوجه عام كما سنرى فيما يلي. أولا، خصائص القانون الإداري. إن للقانون الإداري سمة رئيسية يتميز بها، هي صفة السلطة العامة. سمات وصفات السلطة العامة، ونعني بذلك أن قواعده مطبوعة كلها بطابع السلطة العامة، كما أنه يتسم بسمات أخرى تتجلى في أنه قانون حديث النشأة، قضائي الأصل، غير مقنن في مجموعة واحدة، لأن قواعده ما زالت تتمتع بالمرونة والقابلية للتطور كما يتمتع بالاستقلال عن غيره وبأصالة قواعده. ثانيا، نجد أن القانون الإداري مطبوع بطابع السلطة العامة، ذلك أنه يحمي كيان هذه السلطة ويحفظ شخصيتها ويساعدها على تنفيذ خدماتها في نطاق تحقيق المصلحة العامة، فهو بذلك يعد من فروع القانون العام، إذ يتعلق بالإدارة ومرافقتها مرافقها عفوا العامة، فيدير نشاطها وينظم أمورها ويحدد اختصاصاتها ويحكم علاقتها مع موظفيها والمستفيدين من أعمالها. كما أن القانون الإداري حديث النشأة، فهو بذلك قانون يتسم بسمة الحداثة، طالما أن قواعده ما زالت تعرف التطور بدرجة لم تمكن المشرع من وضع تقنين له. والقانون الإداري كذلك هو قانون قضائي، ويقصد بذلك أن معظم نظرياته الأساسية ومبادئه الرئيسية لم يرد بها نص تشريعي حينما ظهرت إلى عالم القانون، وإنما كشف عنها القضاء. نجد كذلك أن القانون الإداري غير مقنن، ويقصد بتقنين أي فرع من فروع القانون تجميعه في مجموعة تشريعية خاصة تضم المبادئ الأساسية والأحكام العامة والقواعد التي يتضمنها هذا القانون. ونجد أن القانون الإداري لم يقنن حتى الآن. مصادر القانون الإداري، بعد أن تعرفنا على خصائصه سنتعرف بطبيعة الحال على مصادره. إذا كان من خصائص القانون الإداري وأنه قانون قضائي، لأن معظم مبادئه من خلق القضاء، فهذا لا يعني أن القضاء هو مصدره الوحيد، بل إن تلك الصفة لا تعني أكثر من أن دور القضاء في استخلاص قواعد القانون الإداري أهم من دوره في سائر القوانين الأخرى، كما أن حرية القاضي الإداري أوسع بكثير من حرية القاضي العادي. لذلك فإن مصادر القانون الإداري هي نفس المصادر التي تستند عليها القوانين الأخرى مع اختلاف ملموس يبرر طبيعة القانون الإداري ونشأته الأولى. ويقصد بمصادر القانون الإداري بصفة عامة الوسائل التي يستند عليها لتكوين قواعده، وهذه المصادر نوعان: مصادر رسمية تقدم قواعد قانونية واجبة التطبيق
بتوفير شروطها كالتشريع والعرف ومصادر غير رسمية يقتصر دورها على مجرد تفسير القواعد القانونية كالقضاء والفقه. نبدأ أولا بالتشريع. يقصد بالتشريع بصفة عامة القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة المختصة، مع العلم أن النصوص التشريعية التي تحكم مواضع القانون الإداري لا تضمها مجموعة واحدة، وإنما هي متناثرة في مختلف القوانين. ثانيا العرف. يقصد بالعرف الإداري اتباع السلطة الإدارية المختصة لأسلوب معين في تسيير حركة العمل أو في تنظيم إدارة المرافق العامة، واستمرارها على اتباع هذا الأسلوب مدة من الزمان ينشئ بطبيعة الحال قاعدة قانونية عرفية ملزمة. ثالثا القضاء. أحكام القضاء الإداري تعد مرجعا هاما تستمد من مبادئ القانون الإداري. رابعا الفقه. يقصد به استنباط المبادئ والقواعد القانونية بالطرق العلمية المقررة بواسطة الفقهاء. فالفقه يقوم بشرح القواعد القانونية ببيان معناها وإيضاح شروط تطبيقها، ويردها إلى المبادئ العامة التي بنت عليها، ويقدم نظرياته في ذلك ويبررها بحججه وأسانيده. تلكم كانت صورة عامة عن نشأة القانون الإداري في العالم والقواعد الأولى التي اتصف بها. كذلك تطرقنا إلى ظهور القانون الإداري بالمغرب، وتطرقنا إلى المولود الفقهي والقانوني للقانون الإداري قبل الحماية وفي عهد الحماية حتى إنشاء المحاكم الإدارية، وتعرفنا كذلك على خصائص القانون الإداري وعلى مصادره. تلكم كانت لمحة عامة غير ملزمة لكم يوم الامتحان، فهي من أجل الاستئناس ومن أجل الثقافة العامة ومن أجل التعرف أكثر على القانون الإداري وعلى قواعده. أما الآن فسندخل إلى صلب الموضوع، لأن مقررنا نلتزم فيه بتدريس التنظيم الإداري. فما هو التنظيم الإداري؟ يقصد بالتنظيم الإداري تحديد نوعية الأعمال اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة، وتوزيع هذه الأعمال بين أقسام الإدارة والعاملين فيها، وبيان كيفية إنجازها باستخدام الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة بأقل نفقة وأيسر جهد. الأسس العامة للتنظيم الإداري. يمكن حصر النظم الإدارية التي عرفتها مختلف الدول في نظامين أساسيين، وهما نظام وحدة السلطة الإدارية ويطلق عليها المركزية الإدارية، ونظام تعدد السلطات الإدارية ويطلق عليها اللامركزية الإدارية. فما هي المركزية الإدارية؟ لا سنتراليزاسيون ادمنستراتيف. تعني المركزية في مفهومها العام التوحيد وعدم التجزئة. أما في مجال التنظيم الإداري فيقصد بالمركزية توحيد مظاهر النشاط الإداري في الدولة وتجميعها في يد السلطة التنفيذية وفروعها في العاصمة والأقاليم بشكل يسمح بتوحيد النمط الإداري وتجانسه بالنسبة لكل أقاليم الدولة
ولعموم شعبها. وتبعا لذلك فإن المركزية الإدارية تقوم على عنصرين أساسيين، وهما أولا تركيز السلطة الإدارية في يد الإدارة المركزية، ونعني بذلك استئثار الحكومة المركزية في العاصمة بكل أنواع النشاط الإداري، فتكون صاحبة القرار النهائي في المسائل الإدارية. ثانيا خضوع موظفي الحكومة المركزية لنظام السلم الإداري والسلطة الرئاسية، وذلك بخضوع الموظف الأقل درجة للموظف الأعلى درجة، إلى أن يصل ذلك إلى الوزير الذي يخضع له الجميع في وزارته. صور المركزية الإدارية: تتخذ المركزية في التطبيق العملي إحدى صورتين، التركيز الإداري واللا تركيز الإداري. أولا التركيز الإداري يقصد به تركيز السلطة الإدارية كلها في العاصمة، بحيث لا يكون لممثل الإدارة المركزية في الأقاليم أي سلطة خاصة في تدبير الأمور، وهذا يقتضي منهم الرجوع إلى وزارتهم في كل شيء. وهذه الصورة من المركزية لم تعد شائعة في الوقت الحاضر الذي تعددت فيه واجبات الوزير وتنوعت مهامه، بحيث لم يعد بإمكانه القيام بكل ما يتعلق بشؤون الوظيفة الإدارية، فظهر نظام اللا تركيز الإداري كوسيلة لتخفيف العبء عن الوزير المختص. فما هو اللا تركيز الإداري؟ تقوم هذه الصورة على أساس تخويل بعض موظفي الوزارة في العاصمة أو في الأقاليم بصفة فردية أو في شكل لجان، تعين الحكومة أعضاءها حق البث نهائيا في بعض الأمور دون حاجة للرجوع إلى الوزير المختص، لا سيما في المسائل التي لا تحتاج إلى مجهود خاص في إنجازها، وذلك لتخفيف العبء قليلا عن الوزير ولتحقيق السرعة في إنجاز بعض أمور الوظيفة الإدارية، خاصة بالنسبة للأماكن البعيدة عن العاصمة. وسلطة البت هذه لا تعني استقلال الموظفين عن الوزير، وإنما يخضعون بالرغم من ذلك إلى إشرافه وإلى رؤسائهم الإداريين، أي في نطاق السلطة الرئاسية. ثانيا تقدير أسلوب اللا تركيز الإداري. يمتاز هذا الأسلوب ببعض المزايا كما تشوبه بعض العيوب. مزايا اللا تركيز الإداري: يمتاز هذا النظام بالآتي: إنه يسمح للسلطة المحلية أن تتخذ القرارات المستعجلة التي تتطلبها الضرورات المحلية دون الرجوع إلى السلطة المركزية. ثانيا إنه يجعل الممثلين في حالة ممارسة الاختصاصات المحلية خاضعين للسلطة الرئاسية للنظام المركزي، وهذا الخضوع يتجلى في احتفاظ السلطة المركزية بسلطة إصدار التعليمات وحقها في تعديل وإلغاء قرارات السلطة المحلية وحقها في أن تحل محلها. مساوئ اللا تركيز الإداري: تتجلى أهم مساوئه في أن ممثل السلطة المركزية قد يجهل المشاكل المحلية، مما يسبب له صعوبة بالغة في تسيير عمل الإدارة المحلية. كما نجد كذلك أن تعيين ممثل السلطة المحلية قد لا يكون ديمقراطيا في كثير من الحالات. الآن سنتطرق إلى تقدير المركزية الإدارية. تتوفر المركزية الإدارية على مزايا عديدة، كما أنها لا تخلو من بعض العيوب. أولا مزايا المركزية الإدارية: أنها تقوي السلطة العامة وتساعد على نشر نفوذ الحكومة المركزية وهيبتها، مما يساعد على تحقيق الوحدة القانونية والسياسية للدولة،
وتؤدي إلى تجانس النظم الإدارية في الدولة لصدورها جميعا من مصدر واحد، أي من طرف السلطة الإدارية المركزية، كما أنها تحقق نوعا من المساواة بين أفراد الدولة فيما يتعلق بالاستفادة من خدماتها، وذلك بإشراف الحكومة المركزية على المرافق العامة في جميع الأقاليم وتنظيمها تنظيما موحدا، وتؤدي إلى التقليل من النفقات العامة إلى أقصى حد ممكن بشكل تعجز عن تحقيقه الهيئات المركزية نفسها. وبالنظر لما توفر عليه السلطة المركزية من إمكانات كبيرة ماديا وفنيا، فيتقوم بإنجازات ضخمة ومختلفة تعجز عنها الهيئات اللامركزية ذات القرارات المحدودة. فما هذا عن المزايا؟ فماذا عن عيوب المركزية الإدارية؟ تتسم المركزية الإدارية بالبطء والروتين في أداء الخدمات وفي تلبية احتياجات المواطنين، كما أنه نظرا لبعد الأقاليم عن العاصمة، فإن اتخاذ السلطة المركزية لبعض القرارات قد يجعل هذه الأخيرة غير ملائمة لمواجهة احتياجات المحلية، كما أنه نجد أن استئثار العاصمة والمدن الكبرى بمعظم المرافق والمقاولات العمومية يجعل المناطق النائية تعاني من عدم تجانس النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة الواحدة. وبالرغم من هذه العيوب، فلا شك أن للمركزية الإدارية فوائد مؤكدة، فهي ضرورية لكل دولة حديثة، إذ لا يمكن أن نتصور دولة لا تستند إلى مركزية إدارية، ولكن جعل النظام الإداري كله مركزيا يصبح محل نظر، لا سيما بالنسبة إلى المرافق الإقليمية، خاصة بعد أن تعددت واجبات الدولة وتنوعت خدماتها. لذلك قامت اللامركزية الإدارية كسبب فعال للتخفيف من أعباء الحكومة المركزية. الآن سنتطرق إلى اللامركزية الإدارية. تقتضي دراسة نظام اللامركزية الإدارية الإحاطة بمدلولها وبيان أنواعها وعناصرها والنظم المشابهة لها وتوضيح ما لها من مزايا وما يؤخذ عليها من عيوب بطبيعة الحال. يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات الجماعات المحلية أو المصلحية، وتخضع هذه الهيئات المحلية في ممارسة وظيفتها لإشراف ورقابة الحكومة المركزية. ونظام اللامركزية الإدارية يواكب الاتجاهات الحديثة التي ترمي إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية للشعوب، وذلك لمساهمتها الفعالة في تدبير الشؤون الإدارية وفي تحمل المسؤولية الكاملة في إدارة المشروعات التي تفي بحاجاتهم. ويتسم نظام اللامركزية الإدارية بتعدد الأشخاص المعنوية العامة في الدولة والتي تتمتع باستقلال قانوني ذاتي مع مباشرة سلطاتها بأساليب قد تختلف من شخص إداري لآخر، وذلك لا ينفي خضوعها لرقابة الدولة وإشرافها خضوعا يختلف من هيئة لأخرى. فماذا عن أنواع اللامركزية الإدارية؟ تتخذ اللامركزية الإدارية صورتين أساسيتين، وهما اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية. اللامركزية الإقليمية تتحقق هذه اللامركزية بمنح جزء من التراب الوطني الشخصية المعنوية، يعني منحه الاستقلال الإداري والمالي في مباشرة الاختصاصات الموكول إليه بهدف السهر على تحقيق المصالح المحلية
تحت إشراف الحكومة ورقابتها. أما اللامركزية المرفقية فهذا النوع يتحقق بمنع مرفق عام سواء كان وطنيا أو محليا الشخصية المعنوية، يعني منحه الاستقلال الإداري والمالي في تسيير شؤونه، إلا أن هذا الاستقلال غير مطلق، وإنما هو مقيد بشرط الرقابة أو الوصاية من طرف السلطات المختصة. وينطبق هذا بصفة خاصة على المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها وأشكالها. سنتطرق الآن إلى الأسس العامة للإدارة المحلية أي اللامركزية الإقليمية. تقوم الإدارة المحلية على أركان أو عناصر ثلاث، وهي أولا الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن مصالح المواطنين، عن المصالح الوطنية، بمعنى أن ثمة مصالح محلية ينبغي ترك مباشرتها والإشراف عليها لمن يهمهم الأمر حتى تتفرغ الحكومة المركزية لمصالح أخرى ذات طابع عام تهم الدولة كلها. فمثلا إذا كانت الدولة تهيمن على المرافق ذات الأهمية الكبرى كمرافق الأمن والدفاع والقضاء والمواصلات عبر التراب الوطني، فإن المرافق المحلية كالنقل المحلي وتوزيع الماء والكهرباء يستحسن تركها لمن يستفيدون منها مباشرة، فهم أدرى باحتياجهم إليها وأقدر على تسييرها، ففضلا عما في ذلك من تخفيف عبء إدارتها عن الحكومة المركزية. كما أنه أن يعهد بالإشراف على هذه المصالح إلى هيئات منتخبة، لأن الإدارة المحلية تسعى بالأساس إلى إسناد المصالح المحلية إلى من يهمهم الأمر، وذلك لإشباع حاجياتهم المحلية بأنفسهم. ولما كان من المستحيل على جميع أبناء الإقليم أو المدينة أن يقوموا بهذه المهمة بأنفسهم مباشرة، فإن المشرع قد جعل إسناد هذه المصالح المحلية إلى من ينتخبونه نيابة عنهم، ومن ثم كان الانتخاب هو الطريقة الأساسية التي يتم عن طريقها تكوين المجالس المعبر عن إرادة الشخص المعنوي العام الإقليمي. كما أن استقلال المجالس في ممارسة اختصاصاتها تحت إشراف السلطة المركزية، هذا الاستقلال مقرر من المشرع ويخضع لمقتضيات القانون، ولا يراد بذلك الاستقلال الفصل المطلق بين المصالح المحلية ودائرة المصلحة الوطنية، كما لا يراد بذلك الاستقلال جعل كل جماعة محلية في معزل عن الأخرى، وإنما تمت صلة تربط تلك الجماعات مع بعضها في إطار مبدأ التعايش والتعاون والتكامل. لذلك فإن الضرورة تقتضي توفير المسائل الكفيلة بالحيلولة دون إفضاء اللامركزية إلى تنازع في مصالحها أو بين تلك المصالح والمصلحة الوطنية. ومن أنجح تلك الوسائل وجود نظام للمراقبة يطلق عليه عادة اسم الوصاية أو الرقابة الإدارية، ويقصد بالوصاية الإدارية مجموع السلطات المحددة والتي يخولها القانون لجهة معينة للإشراف على أشخاص وأعمال الهيئات المحلية بقصد تحقيق وحماية المصلحة العامة. الآن سنتطرق إلى تمييز اللامركزية الإدارية عما يشابهها، وتقترب فكرة اللامركزية الإدارية التي سبق أن رأيناها من نظامين آخرين، وهما اللامركزية السياسية واللا تركيز الإداري، وذلك كالآتي. أولا، اللامركزية الإدارية
واللا مركزية السياسية. تنقسم الدول عادة من حيث تكوينها إلى دول بسيطة ودول مركبة. ففي الدول البسيطة تكون ممارسة السيادة فيها لسلطة واحدة في العاصمة، كما تملك سلطة واحدة لكل من التشريع والتنفيذ والقضاء، سواء كانت هذه الدول تتبع الأسلوب المركزي أو اللامركزي فيما يتعلق بكيفية ممارسة الوظيفة الإدارية. أما في الدول المركبة وهي تلك التي تتكون من عدة دويلات، فإن ممارسة السيادة لا تتركز في الجهاز المركزي وحده، وإنما تتوزع هذه السيادة بين الجهاز الاتحادي المركزي وبين الولايات. فنجد في الجهاز المركزي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصها على صعيد كافة أرجاء الإقليم الدولة الاتحادية. إلى جانب تلك السلطات نجد سلطات أخرى تشريعية وتنفيذية وقضائية في الدويلات، وهذه الظاهرة الأخيرة يطلق عليها تسمية اللامركزية السياسية. يتبين مما سبق أن هناك فروق بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية، وذلك كالآتي: إن اللامركزية السياسية لا توجد إلا في الدول الاتحادية، أما اللامركزية الإدارية فتوجد في جميع الدول سواء كانت بسيطة أو مركبة. إن اللامركزية السياسية تنصرف إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتختص الولايات بسلطاتها في الحدود التي يرسمها دستور الاتحاد. أما اللامركزية الإدارية فمقصورة على بعض الوظائف الإدارية المتعلقة بالمرافق المحلية، كما أن اختصاص دويلات في الدول الاتحادية لا سلطة للبرلمان الاتحادي عليه، ولا يجوز تعديله إلا بتعديل الدستور الاتحادي وبالطريقة التي ينص عليها فيه. أما اختصاص الهيئات اللامركزية فهي محددة من طرف المشرع العادي. ثانيا، اللامركزية الإدارية واللا تركيز الإداري. تتشابه اللامركزية الإدارية مع اللا تركيز الإداري في أن كل منهما يؤدي إلى توزيع السلطات الإدارية وإلى عدم تركيزها في جهة واحدة، ويختلفان في أن اللا تركيز الإداري يعتبر صورة من صور المركزية الإدارية، وبالتالي فإن استقلال ممثل السلطة المركزية إنما هو استقلال عارض يجوز للوزير سحبه في أي وقت، كما أن اختصاص هؤلاء الممثلين يخضع لرقابته الرئاسية، بخلاف استقلال الهيئات اللامركزية فهو استقلال أصيل مستمد من القانون. الآن سنتطرق إلى تقدير نظام اللامركزية الإدارية. تمتاز اللامركزية الإدارية بتخفيف الكثير من أعباء السلطة المركزية، خاصة بعد أن تعددت واجبات الإدارة وتنوعت إلى درجة أصبح من الصعب تركيزها في يد السلطة المركزية. إن الهيئات اللامركزية أدرى بشؤونها الإقليمية أو المصلحية. إن نظام اللامركزية الإدارية يؤدي إلى السرعة والدقة لصدور القرارات المتعلقة بالمصالح المحلية من الهيئات اللامركزية الموجودة في إقليم الأفراد أصحاب المصالح المحلية، كما أنه نظام اللامركزية يحقق نوعا من العدالة في توزيع الضرائب العامة، فيترتب عن ذلك حصول كل إقليم على ما يحتاجه لمواجهة المصالح المحلية، كما أن نظام اللامركزية الإدارية أقدر على مواجهة الأزمات خاصة في أوقات الحروب، كما تعتبر اللامركزية الإدارية وسيلة هامة لتحقيق مساهمة السكان المحليين في تدبير شؤونهم المحلية. أما عيوب اللامركزية الإدارية فتتجلى أنها
إنها تمس الوحدة الإدارية في الدولة بتقسيمها للوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية في العاصمة والهيئات اللامركزية في الإقاليم، كما أنها تؤدي إلى ترجيح المصالح المحلية على المصالح الوطنية، كما أن هيئاتها تكون أقل خبرة وأكثر إتقانا من السلطات المركزية. لكن وبالرغم من هذه العيوب فهي قليلة الأهمية بالنسبة للمزايا التي لا ينكرها حتى المنتقدون لهذه الطريقة. هذا بالإضافة إلى أن اللامركزية الإدارية لا تقوم إلا على مركزية إدارية وتحت رقابة الحكومة المركزية. التنظيم تلكم كانت باختصار لمحة عامة عن اللامركزية الإدارية وعن إيجابياتها وسلبياتها، وسنتطرق الآن في مبحث ثالث إلى التنظيم الإداري المركزي أو إدارة الدولة. الإدارة المركزية هي ذلك الجهاز الإداري الذي يتولى عمليات الإشراف الإداري على مختلف القضايا والأمور الإدارية ذات الطابع الوطني. تتكون الإدارة المركزية في المغرب من مؤسسة جلالة الملك والحكومة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية. المطلب الأول جلالة الملك. ينص الدستور المغربي على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، ويحتل جلالة الملك مكانة أسمى في النظام المغربي، فهو رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة، وهو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، ويمارس هذه المهام بمقتضى ضهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور. وتتنوع اختصاصات جلالة الملك لتشمل مختلف المجالات التشريعية والحكومية والقضائية باعتباره سلطة عليا داخل السلطة المركزية، فجلالته لا يعتبر جزءا من السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية، بل هو سلطة أعلى بالنسبة لكافة السلطات في الدولة. إن جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وللملك بمبادرة منه بعد استشارة رئيس الحكومة أن يعفي عضوا أو أكثر من عضو من أعضاء الحكومة من مهامهم، ويرأس الملك المجلس الوزاري من الدستور، ويرأس الملك المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء، وينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة، وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة بناء على جدول ولأعمال محدد رئاسة مجلس وزاري، ويصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال 30 يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه، وللملك حق حل مجلس البرلمان أو أحدهما بظهير، والملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ويعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء
وممثل المنظمات الدولية، ويرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وإذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة، ويخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع في أقرب الأجال إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية. تلكم عن اختصاصات جلالة الملك، فماذا عن الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المجال الإداري؟ لقد كانت القرارات الملكية موضوع طعن قضائي أمام المجلس الأعلى، حيث قضت غرفته الإدارية بعدم قبول الطعن ضد الضهائر الملكية، على أساس أن جلالة الملك ليس سلطة إدارية، الأمر الذي ترتب عليه جدل فقهي حول التكييف القانوني للضهائر الملكية في المجال الإداري. فقد صرح المجلس الأعلى منذ البداية بعدم خضوع القرارات الملكية للطعن بالإلغاء، على أساس عدم اختصاصه بالنظر في الطعون الموجهة ضد الضهائر والمراسيم الملكية، وذلك على أساس أن دعوى الإلغاء توجه ضد قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية، في حين أن الطعون التي وجهت إلى جلالته لم تكن متعلقة بقرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية، بل كانت موجهة ضد قرارات صادرة عن جلالة الملك ومتخذة في شكل ظهير. فقد قضى المجلس الأعلى في قضية عبد الحميد الروندا الصادر بتاريخ 18 يونيو 1960 ما يلي، حيث أن الطعن المرفوع من طرف السيد الروندا ليس موجها ضد قرار صادر عن سلطة إدارية، ولكن ضد قرار صادر عن جلالة الملك متخذ في شكل ظهير. ونتيجة لذلك فإن المجلس الأعلى غير مختص للنظر في الطعن المذكور. وفي قرار المجلس الأعلى الصادر في قضية الشركة الفلاحية لمزرعة عبد العزيز بتاريخ 20 مارس 1970، حاول المجلس الأعلى إعطاء تبرير لعدم اختصاصه بالبت في الضهائر الصادر عن جلالة الملك، حيث جاء في القرار المذكور، وحيث أن المرسوم الملكي المطلوب إلغاؤه الصادر بناء على المرسوم الملكي بإعلان حالة الاستثناء والممضى من طرف الوزير الأول بأمر من جلالة الملك يعد صادرا عن جلالته، وحيث أن اختصاص المجلس الأعلى بشأن طلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة بناء على الفصل الأول من ظهير 27 شتنبر 1957 يختصر على الطلبات الموجهة ضد المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية، وحيث أن جلالة الملك الذي يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أمير المؤمنين طبقا للفصل 19 من الدستور لا يمكن اعتباره سلطة إدارية بالنسبة لتطبيق الفصل 19 الفصل الأول من ظهير 27 شتنبر 1957، وحيث أن القضاء من وظائف الإمامة ومندرج في عمومها، وأن للقاضي النيابة عن الإمام، وأن الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك طبقا للفصل 83 من الدستور وفي نطاق الاختصاصات المحددة قانونيا والتي لا يجوز التوسع في تأويلها لقيامها على تفويض، وإنما المقررات الصادرة عن جلالة الملك لا يمكن التماس إعادة النظر فيها إلا بلجوء صاحب الشأن إلى جلالته على سبيل الاستعطاف، طالما لم يفوض الدستور صراحة أمر البت في ذلك لغيره. يتضح
من خلال ما تقدم أن المجلس الأعلى لا يقبل الطعن في القرارات الملكية كيفما كان نوعها، سواء كانت على شكل ظهير بمختلف مضامينه أو كانت على شكل مرسوم، لأنها ليست صادرة عن سلطة إدارية. سننتقل الآن إلى المطلب الثاني. تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة، ويحدد قانون تنظيمي خاصة القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ويحدد هذا القانون التنظيمي أيضا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية. وجدر الإشارة أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. فماذا عن رئيس الحكومة؟ بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، يعني حينما نقول أمام مجلسي البرلمان فنعني بذلك مجلس النواب ومجلس المستشارين مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. ويكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، يعقبها تصويت في مجلس النواب، وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي. وتمارس الحكومة السلطة التنفيذية وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. ويمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعد سلطته إلى الوزراء، وتحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها. ويعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية دون إخلال بأحكام الفصل 40 من الدستور. ويمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة، ويتداول مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة في السياسات العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، وفي السياسات العمومية والقطاعية، وفي مراسيم القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري بصفة عامة. يعد الرئيس الحكومة المحرك الدينامي للجهاز الحكومي والمنسق لنشاط أعضائه. فماذا عن الوزراء؟ الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاع المكلف به وفي إطار التضامن الحكومي، ويقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. ويمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصهم إلى كتاب الدولة. والوزراء من حيث التسمية هم إما الوزير، أي وزير تقني أو فني، ووزير الدولة،
والوزير المنتدب وكاتب الدولة. والقاسم المشترك بين كل هذه التسميات هو التوحد في صفة الوزير والاختلاف في المهام. وإلى جانب الاختصاصات التي يمارسها الوزير بصفته عضوا في المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، فإنه يتمتع باختصاصات أخرى تتمثل في حقه في الإشراف على شؤون وزارته بصورة منفردة. لهذا قيل بأن الوزير يجمع بين السلطة السياسية والإدارية على حد سواء، حيث تتمثل سلطته السياسية في كونه يشترك عضو في الحكومة في رسم السياسة العامة للدولة، في حين تتجلى سلطته الإدارية في اعتباره الرئيس الإداري الأعلى في وزارته، كما يعمل على إدارة مختلف المرافق العامة الموجودة تحت إشرافه. وبالنسبة لاختصاصات الوزير فمنها ما جاء في صلب الدستور، ومنها ما هي مستمدة من القوانين واللوائح، القرارات التنظيمية والقواعد العامة. الآن سنتطرق في الفرع الثالث إلى المصالح الخارجية للإدارة المركزية. لا تكتفي الإدارة المركزية بالقيام بأنشطتها في العاصمة فقط عن طريق مختلف الوزارات، بل تستعين لممارسة اختصاصاتها بالمصالح الخارجية. وتوجد مختلف المصالح الخارجية داخل المغرب، ما عدا المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية والتي توجد خارج المغرب بواسطة السفارات والقنصليات أو في المنظمات الدولية. وتعتبر وزارة الداخلية أهم وزارة يمتد نشاطها ليشمل كل أجزاء التراب الوطني، فهي إلى جانب مهمتها الأساسية في المحافظة على النظام العام والأمن، فإنها تشرف على مختلف مرافق السلطة المركزية. ومن ثم فإن رجال السلطة يمثلون وزارة الداخلية، وهم متواجدون في مجموع التراب الوطني لمباشرة مهامهم وأعمالهم باسم وزارتهم التي تتحمل في الأخير مسؤولية تصرفاتهم. أولا رجال السلطة، يمكن تحديد فئات رجال السلطة وفق ظاهر شريف رقم 1-0867 الصادر في 31 يوليوز 2008 في شأن هيئة رجال السلطة. ووفق ما ورد ضمن الباب الأول المخصص لتنظيم هيئة رجال السلطة، وكذا ما ورد ضمن المادة الأولى التي نصت على أنه تحدث بوزارة الداخلية هيئة لرجال السلطة تضم 4 أطر موزعة على الدرجات التالية. أولا إطار العمال، ويضم درجة عامل ممتاز ودرجة عامل. ثانيا إطار الباشوات، ويضم درجة باشا ممتاز ودرجة باشا. ثالثا إطار القواد، ويضم درجة قائد ممتاز ودرجة قائد. رابعا إطار خلفاء القواد، ويضم درجة خليفة قائد ممتاز ودرجة خليفة قائد من الدرجة الأولى ودرجة خليفة قائد من الدرجة الثانية. ووفق المادة من هذا الظهير يتولى رجال السلطة المشار إليهم في البنود 1-2-3 من المادة الأولى من مهام الوالي، وهو يوجد على رأس الولاية. ونظام الولاية تقسيم جديد أحدث بمرسوم 28 يوليوز 1981. العامل، وهو يوجد على رأس العمالة أو الإقليم. فماذا عن اختصاصات رجل السلطة العامل؟ يتمتع رجال السلطة باعتبارهم ممتلين لسلطات الدولة باختصاصات عامة تتعلق بالحفاظ على النظام والأمن العام، وتبعا لذلك تمتد اختصاصاتهم إلى كثير من الميادين. وسوف نتعرض لاختصاصات العامل فقط باعتباره رجل السلطة الأول بعد الوالي الذي أصبح يمارس اختصاصاته على رأس مجموعة من العملات، أي على رأس الولاية. أولا تمثيل السلطات المركزية في العمالة أو الإقليم، يعتبر العامل ممثلا لجلالة الملك في العمالة
أو الإقليم الذي يمارس فيه مهامه فهو معين بظهير شريف طبقا للفصل 19 من ظهير فاتح مارس 1963 المتعلق بالنظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية المعدل بظهير 31 يوليوز 2008 كما أنه مندوب الحكومة في تلك العمالة أو الإقليم الذي يجعله يحتل مكان مرموقة ويلعب دورا مهما نظرا لسلطاته الممارسة على مختلف المسؤولين عن المصالح الوزارية الخارجية الموجودة بتراب العمالة أو الإقليم كما أنه يقوم بالسهر والحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون فحيث أن العامل يسهر على تطبيق الضائر الشريفة والقوانين والمراسيم وتنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة في العمالة أو الإقليم كما يتخذ التدابير ذات الطبيعة التنظيمية أو الفردية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ومن أجل الحفاظ على النظام العام في العمالة أو الإقليم يمكن استعمال القوات المساعدة الموضوعة تحت تصرفه بل ويمكنه عند الضرورة الاستعانة بقوات الأمن أو القوات المسلحة الملكية وذلك طبقا للشروط المحددة في القانون كذلك يبلغ العامل السلطات الإقليمية أو المركزية بالأخبار والمعلومات التي تتوصل إليها عن طريق تتبع الرأي العام ومختلف وسائل الاستعلامات من أجل اتخاذ الاحتياطات وتحضير التوقعات أو إنجاز القرارات اللازمة في مختلف المجالات أو المناسبات وحسب الظروف كما أن العامل يعتبر ضابطا للشرطة القضائية طبقا للفصل 28 من قانون المسطرة الجنائية حيث يجوز لعامل كل إقليم فيما إذا ارتكبت جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الخارجية أو الداخلية وكان الأمر يقتضي الاستعجال أن يجري بنفسه جميع الإجراءات اللازمة للتثبت من الجنايات والجنح أو يطلب كتابة من ضباط الشرطة القضائية المختصة القيام بالإجراءات اللازمة وذلك في حالة ما إذا كان لا يعلم أن السلطة القضائية قد بدأت في مباشرة القضية وفي حالة استعماله لهذا الحق يتعين عليه أن يخبر فورا الوكيل العام وأن يتخلى عن القضية لفائدة السلطة القضائية خلال الثلاثة أيام الموالية للشروع في العمليات موجها إلى الوكيل العام جميع الوثائق ومقدما له جميع الأشخاص الذين تم القبض عليهم كما أن العامل يقوم بالتنسيق بين أعمال المصالح الخارجية فاستنادا إلى الفصل الخامس من ظهير 1977 المتعلق باختصاصات العامل يتولى هذا الأخير التنسيق بين أعمال مختلف المصالح الخارجية للوزارات في نطاق العمالة أو الإقليم الذي يمارس فيه مهامه فضلا عن سلطة الرقابة التي يمارسها على موظفي وأعمال هذه المصالح كما يقوم بتنسيق أعمال المؤسسات العامة التي لا يتعدى اختصاصها الترابي حدود العمالة أو الإقليم التابع له ولمساعدة العامل للقيام بالتنسيق تحدث لديه وتحت رئاسته لجنة تقنية للعمالة أو الإقليم تتألف من الكاتب العام للعمالة أو الإقليم رؤساء الدوائر رؤساء المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة مدير المؤسسات العمومية ونجد أن العامل نظرا لكونه أعلى سلطة إدارية في نطاق العمالة أو الإقليم الذي يمارس فيه مهامه فإن العامل يمارس سلطة رئاسية على الموظفين العاملين في نطاق هذه العمالة أو الإقليم فيخضع لسلطته الرئاسية المباشرة مختلف الموظفين التابعين للمصالح الخارجية لوزارة الداخلية تحت سلطة وزير الداخلية كما يشرف العامل على أعمال رؤساء الدوائر ورؤساء المقاطعات الحضرية والقروية ويخضع أيضا لإشرافه ورقابته
أعوان وموظفي المصالح الخارجية للإدارة المدنية التابعين للدولة والمزاولين عملهم في العمالة والإقليم. فطبقا للفصل السادس من ظهير 15 فبراير 1977 يمارس العامل اختصاصات محددة على هؤلاء الموظفين باعتباره يسهر داخل حدود اختصاصاته الترابية على حسن تسيير المصالح العمومية، وكل مؤسسة تستفيد من إعانة الدولة أو الجماعات المحلية. إلا أنه يلاحظ بهذا الصدد أن هؤلاء الموظفين يظلون خاضعين للسلطة الرئاسية للوزراء التابعين لهم، وأيضا أن العامل يمارس سلطته الرئاسية على جميع موظفي وأعوان المصالح الخارجية لمختلف الوزارات باستثناء موظفي المحاكم نظرا لاستقلالية القضاء. كما أن العامل يقوم بتمثيل سلطة الوصاية في الجماعات المحلية، واختصاصات العامل في مجال الوصاية متعددة، سواء ما تعلق منها بالتنظيم الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي. فطبقا لظهير التنظيم الجماعي قانون 17/8 يباشر العامل اختصاصات متنوعة إما بصفة مباشرة أو استنادا إلى تفويض من وزير الداخلية، إلا أن العامل يلعب دورا أهم وأكبر في نطاق التنظيم الإقليمي قانون 73/00 والتنظيم الجهوي ظهير جوجافيل 1997 الصادر بتنفيذ القانون رقم 47/96 لتنظيم الجهة. ولا بد في الأخير من الإشارة أنه وفق المادة التاسعة من ظهير رقم 10867 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة، يتمتع رجال السلطة بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف، وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مزاولتهم لمهامهم. تلك كانت قراءة لا أقول مختصرة ولا أقول مطنبة في مؤسسات سيد العامل، وتعلمون أن العامل يعتبر أحد الركائز الأساسية لنظام الحكم بالمغرب، والعامل يعتبر منسقا بين كل القطاعات وكل الوزارات، وفوق كل هذا وذاك فهو ممثل لجلالة الملك بالإقليم الذي عين فيه ويمارس فيه مهامه. من الآن فسنتقل في مبحث رابع إلى التنظيم الإداري اللامركزي أي الإدارة المحلية. تعد الجماعات وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وفق المادة الأولى من قانون رقم 78/00 المتعلق بالميثاق الجماعي المعدل بقانون رقم 17/08، وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية. تحدث الجماعات وتحذف بمرسوم، ويحدد مركز الجماعة القروية بقرار لوزير الداخلية. وسوف نتعرض لموضوع التنظيم الجماعي من خلال دراسة تشكيل المجالس الجماعية ونظام سير العمل بها، وأيضا تحديد اختصاصاتها فضلا عن الوصاية المفروضة عليها. تشكيل المطلب الأول تشكيل المجلس الجماعي ونظام تسييره. يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب تحدد مدة انتخابه
وشروط انتخابه وفق الأحكام المقررة في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي بمدونة الانتخابات. ويتم تشكيل المجلس بالانتخاب لجميع أعضائه، ويختلف عدد الأعضاء من جماعة إلى أخرى حسب اختلاف عدد السكان. أما بالنسبة لكيفية انتخاب أعضاء مجالس الجامعات الحضرية والقروية، فيتم بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. المادة 200 من مدونة الانتخابات: في الجامعات التي يبلغ عدد سكانها 350 ألف نسمة أو يقل، في حين يجري انتخاب أعضاء مجالس الجامعات التي يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة، وطبقا للمادة 43 من مدونة الانتخابات، ينتخب أعضاء المجالس الجماعية لمدة 6 سنوات. أقول 35 ألف نسمة. ينتخب أعضاء المجالس الجماعية كما قلت لمدة 6 سنوات. أهلية الترشح لعضوية المجالس الجماعية: إلى جانب شرط السن المحدد في المادة 41 من قانون الانتخابات، 21 سنة شمسية كاملة في التاريخ المحدد للاقتراع، يشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية لجماعة حضرية أو قروية، ويمكن الترشيح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعليا، أو في الجماعة التي ولد فيها، أو الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ 3 سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخابات بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط يزاوله فيها. كما يمكن الترشيح في الجماعة أصل المعني بالأمر حيث توفر العائلة على إقامة رئيسية، ويجب أن يثبت الأصل بولادة الأب والجد، كما يجب إثبات الانتماء إلى الجماعة بجميع الوسائل المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة أو غيرها من الوثائق الإدارية. تسيير المجلس الجماعي: نظرا لكون الجماعات المحلية وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال، فلا بد من وجود جهاز أو هيئة تدبر شؤونها، ويتمثل هذا في تسيير المجلس الجماعي عن طريق مكتب المجلس. فمكتب ماذا عن مكتب المجلس؟ طبقا للفصل السادس من ظاهر التنظيم الجماعي للقانون رقم 78/00 الصادر في 3 أكتوبر 2002 والمعدل بقانون 17/08، ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب مكتب المجلس، ويختلف عدد النواب تبعا لعدد سكان الجماعة. ويضم مكتب المجلس الجماعي أيضا كاتبا ونائب الكاتب يتم انتخابهم من طرف أعضاء المجلس، يعهد إليهم على الخصوص بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. لجان المجلس الجماعي: ينص الفصل 14 من دائرة التنظيم الجماعي على أن يؤلف المجلس لجانا دائمة لدراسة القضايا التي يجب عرضها على الاجتماع العام، ويرأس كل لجنة رئيس المجلس الجماعي أو مندوبه الذي يمكن أن يستعين بالسلطة المحلية أو ممثلها. ودورات انعقاد المجلس الجماعي: يجتمع المجلس الجماعي وجوبا 4 مرات في السنة في دورة عادية خلال شهر فبراير وأبريل وغشت وأكتوبر، وذلك بدعوة من رئيس المجلس الجماعي، ولا تتجاوز الدورة 15 يوما، ولكن يمكن تمديدها بطلب من الرئيس وموافقة الوالي أو العامل. الفصل 58 من ظاهر التنظيم الجماعي: كما يمكن عقد دورات غير عادية، وذلك بطلب من رئيس المجلس أو السلطة الإدارية المحلية أو ثلث أعضاء المجلس الجماعي على الأقل. واختصاصات المجلس الجماعي تتنوع: اختصاصاته ذات الطابع الجماعي
وتختلف من حيث الأجهزة التي تمارسها. اختصاصات المجلس الجماعي، لقد نص الفصل 35 من دائرة التنظيم الجماعي على اختصاصات المجلس الجماعي، وهي اختصاصات محددة في مجال جغرافي معين، أي أنها تهم سكان الوحدة أو الجماعة المحلية التي يمثلها، حيث يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ويتخذ لهذه الغاية التدابير اللازمة ليضمن للجماعات المحلية كامل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. اختصاصات رئيس المجلس الجماعي. وردت اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في الفصل الثاني من الباب الرابع، وبالضبط من المادة 45 إلى المادة 56، إضافة إلى اختصاصات أخرى وردت في بعض مواد الميثاق. وقد حرص الميثاق الجماعي الجديد بشأن اختصاصات رئيس المجلس الجماعي على ضبطها وتدقيقها وتوسيعها، ولا سيما في مجال الشرطة الإدارية الجماعية وتدبير المصالح الجماعية وتمثيل الجماعة أمام القضاء، علما أن هذا التدقيق والتوضيح لاختصاصات الرئيس من شأنه أن يقلص من تداخل اختصاصاته مع اختصاصات السلطات الأخرى ويضع حدا للمنازعات التي أسفرت عنها التجربة الجماعية السابقة. فماذا عن اختصاصات السلطات المحلية؟ سيكون ذلك في المطلب الثالث. لقد وردت اختصاصات السلطة المحلية باعتبارها ممثلة للسلطة المركزية في دائرة نفوذ الجماعة في الفصل التالي من الظهير التنظيم الجماعي، وخصوصا في الفصل 49 منه، والذي بمقتضاه يعهد إلى السلطة المحلية بمهمة ضابط الشرطة القضائية إلى جانب اختصاصها بالمحافظة على النظام والأمن العام بتراب الجماعة. فتملك السلطة المركزية حق الوصاية على المجلس الجماعي للتأكد من ممارسته لاختصاصاته طبقا للنصوص القانونية، فهي تملك بالتالي حق توقيف المجلس وحله إذا اقتضى الأمر ذلك. واستنادا إلى الفصل 25 من ظهير التنظيم الجماعي 3 أكتوبر 2002، يمكن حل المجلس الجماعي بموجب مرسوم مدعم بأسباب يتداول فيه بالمجلس الوزاري وينشر في الجريدة الرسمية. وفي حالة الاستعجال يمكن توقيف المجلس الجماعي بموجب قرار مدعم بأسباب يصدره وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية، غير أن مدة التوقيف لا يمكن أن تتجاوز 3 أشهر. وتمارس السلطة المركزية وممثلوها الوصاية الإدارية كذلك على أعضاء المجلس الجماعي أو ما يسمى بالمستشارين الجماعيين، وتتمثل هذه الوصاية فيما تضمنه الفصل 19 و20 من ظهير التنظيم الجماعي، إذ ينص الفصل 19 من هذا الظهير على أن الاستقالة الاختيارية من عضوية المجلس الجماعي توجه إلى العامل الذي يرفعها إلى وزير الداخلية، وتعتبر هذه الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ إعلان العامل عن قبولها. وعند عدم صدور إعلان العامل يوجه المستشار الجماعي استقالته من جديد في رسالة مضمونة إلى العامل، وبعد مرور شهر واحد على توجيه الاستقالة من جديد تعتبر استقالته مقبولة. أما الفصل 20 فقد نص على أن كل عضو من المجلس الجماعي لم يربي 3 استدعاءات متوالية دون سبب يقبله المجلس أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام لإحدى المهام المسندة إليه بمقتضى النصوص المعمول بها، يمكن بعد السماح له بتقديم إيضاحات الإعلان عن استقالته بموجب قرار لوزير الداخلية، ويوجه الطلب الرامي إلى الإعلان عن استقالة المعني بالأمر من طرف رئيس المجلس أو السلطة المحلية مشفوعا برأي مبرر للمجلس المذكور
في حالة عدم تلبية 3 استدعاءات متوالية دون سبب مقبول، وبرأي السلطة المحلية أو الرئيس في حالة امتناع العضو عن القيام بمهامه دون عذر مقبول. يوجه هذا الطلب إلى العامل الذي يرفعه إلى وزير الداخلية، ولا يمكن إعادة انتخاب المعني بالأمر قبل انصرام سنة تبتدئ من تاريخ صدور قرار الإعلان عن إقالته ما لم يتم إجراء انتخابات عامة من قبل. وتمارس السلطة المركزية وصاية إدارية على رئيس المجلس الإداري. هذه الوصاية بصورة متميزة على رئيس وعلى أعماله وأيضا على مساعديه في بعض الحالات بمقتضى الفصول 32 و 77 من ظاهرة التنظيم الجماعي. وتمارس سلطة الوصاية رقابة مشروعية ورقابة الملائمة على أعمال المجلس الجماعي. وتتمثل رقابة المشروعية طبقا للمادة 74 من ظهير التنظيم الجماعي في بطلان بحكم القانون كل قرار متعلق بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذ خرقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية المحمود بها. أما رقابة الملائمة فتتمثل في المصادقة الصريحة والمصادقة الضمنية على أعمال المجلس الجماعي، كما أن للسلطة المحلية سلطة الحلول محل رئيس المجلس الجماعي، وهي وسيلة تسمح لسلطة الوصاية أن تتدخل محل السلطة اللامركزية. وتشكل هذه الوسيلة وجها من أوجه الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطات المركزية على السلطات المحلية المنتخبة والمؤسسات العمومية. ومضمون هذه التقنية يكمن في أن سلطة الرقابة تنجز عملا كان مبدئيا ومفروضا على السلطة اللامركزية، لكن هذه الأخيرة تخلفت عن واجبها أو أهملت ممارسة اختصاصاتها، ولذلك يتم الحلول من أجل احترام المشروعية وحماية المصلحة العامة. ويقتضي الحلول تدخلا مباشرا من جانب الجهة الوصائية في الأعمال القانونية المتعلقة بالشخصية اللامركزية، مما تؤدي إلى المساس باستقلال هذه الشخصية، وهو الأمر الذي ينبغي معه على المشرع أن يحدد بدقة مدى عملية الحلول وحالات إجرائها، وذلك بوصفها عملية استثنائية لا تتم إلا إذا نص عليها المشرع صراحة. الآن سننتقل إلى المطلب الرابع، إلى مجالس المقاطعات. وفق المادة 84 من الميثاق الجماعي 17-08 تخضع الجماعات الحضرية للدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد والمقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات. وتحدث بهذه الجماعات الحضرية مقاطعات مجردة من الشخصية القانونية، غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس للمقاطعات. الفقرة الأولى أجهزة مجلس المقاطعات. على غرار المجالس التداولية للجماعات المحلية، فالمقاطعات تتوفر على مجالس منتخبة وذات هيئات سيرية من مكاتب ولجان. ويتكون مجلس المقاطعة حسب مقتضيات المادة 86 من قانون رقم 78-00 من صنفين من الأعضاء، أولئك المنحدرين من أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة ومستشار هذه الأخيرة. ويصل أعضاء المقاطعة ضعف عدد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة والمتراوحين ما بين 10 و20 عضوا. ونص المشرع على أجهزة تسيير المقاطعة المكونة من المكتب واللجان
فالمكتب الخاص بالمقاطعة يتكون من الرئيس ونوابه، فالرئيس يكون من ضمن أعضاء المجلس الجماعي والمنتخب من لدن أعضاء مجلس المقاطعة ككل، إذ يتم انتخاب مكاتب مجالس المقاطعات داخل أجل 15 يوم الموالية لانتخاب مكاتب المجالس الجماعية نواب رئيس المقاطعة، ويمكن أن يكونوا من ضمن مستشار المقاطعة أو من أولئك المنحدرين من المجلس الجماعي، علما أن النواب لا يمكن أن يقل عددهم عن 3 ولا أن يتجاوز 5 أعضاء، واجتماع مجلس المقاطعة لانتخاب مكتبه يتم بناء على دعوة مكتوبة من السلطة الإدارية المختصة. ومجلس المقاطعة يتوفر على لجان، فبالإضافة إلى مجلس المقاطعة ومكتبه فإن المجلس يتوفر على الأقل على لجنتين دائمتين، الأولى خاصة بالشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية، والثانية تتعلق بشؤون التأمين والبيئة. فاختصاصات مجلس المقاطعة: لا يخول المشرع المجالس المقاطعات إلا صلاحيات ضئيلة تقل وبكثير عن تلك الاختصاصات المنوطة بالمجالس الجماعية، سواء التي تخضع للأنظمة العامة أو تلك المنضوية تحت لوائها المقاطعات، ويفاقم من محدودية اختصاصات مجالس المقاطعات اقتسامها من طرف رؤسائها ورؤساء الجماعات ومجالسها. ووفق المادة 101 من القانون المعدل بقانون 17-08 يقرر مجلس المقاطعة في بعض الاختصاصات بشأن إقامة التجهيزات التالية، وهي الأسواق وأماكن البيع والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب ودور العجزة والأندية النسوية والعلائين. فمجلس المقاطعة يمارس الصلاحيات مفوضة خاصة أو مشتركة من المجلس الجماعي واقتراحية لديه. فماذا عن اختصاصات رؤساء المقاطعات؟ نص القانون رقم 78-00 على اختصاصات لفائدة رؤساء المقاطعات والجماعات إضافة إلى اختصاصات السلطة المحلية. فقد تعرضت المادة 104 من قانون 78-00 المعدل بقانون رقم 17-08 لمهام رئيس مجلس المقاطعة، واعتبرته سلطة تنفيذية لمقررات مجلسها، كما يتخذ حسب ما ينص عليه التشريع أعمالا طبقا للقرارات التنظيمية لرئيس المجلس الجماعي، وخاصة في مجال التدابير الفردية للشرطة الإدارية في مجالات الصحة والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وفي مجال التعمير والبناء، إذ يمنح تحت مراقبة رئيس المجلس الجماعي وحسب القوانين الجاري بها العمل وتبع لضوابط التعمير الخاصة بالجماعة الرخص الفردية للبناء والتوسع والتجديد وشهادات المطابقة ورخص السكن، ويمارس بتفويض من رئيس المجلس الجماعي بعض الصلاحيات في المجال الانتخابي حسب ما تنص عليه مدونة الانتخابات، ويسير رئيس المقاطعة إدارتها وتدبير شؤون الموظفين والأعوان المعينين لدى المقاطعة، إضافة إلى اختصاصات أخرى والتي يشترك فيها مع رئيس المجلس الجماعي. الآن سننتقل إلى المبحث الخامس: التنظيم اللامركزي على المستوى الإقليمي. عرف التنظيم اللامركزي على مستوى العملات والأقاليم تغييرات هامة سنة 2002 بمقتضى القانون رقم 78-00 الذي ألغى الظهير المؤرخ في 12 سبتمبر 1963، وينظم ظهيرة 3 أكتوبر 2002 العملات والأقاليم باعتبارها جماعات محلية لها مصالح متميزة عن المصالح الوطنية، مع الاعتراف لسكانها بإدارة مصالحهم استقلالا عن السلطة السلطات المركزية
ولكن تحت وصايتها الإدارية. ولقد نص هذا الظهير في فصله الأول على أن الأقاليم والعملات تعتبر جماعات إقليمية يجري عليها القانون العام وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. تشكيل مجالس العملات أو الأقاليم ونظام تسييرها سوف نتناول بطبيعة الحال بالدراسة كيفية تشكيل مجالس العملات والأقاليم وأسلوب انتخاب أعضاء هذه المجالس وأيضا كيفية تسيير مجالس العملات والأقاليم. أول ما يلاحظ في هذا الصدد أن هناك اختلافا في طريقة انتخاب أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم عنه بالنسبة لأعضاء المجالس الجماعية، فهذه الأخيرة يتم تشكيلها بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، في حين ينتخب أعضاء مجالس العملات والأقاليم باللائحة وبالتمثيل النسبي، ويتم تشكيل هذه المجالس بالانتخابات بالانتخاب العام غير المباشر، أي الانتخاب على درجتين. ويتكون مجلس العمالة أو الإقليم من نوعين من الأعضاء: الأعضاء المنتخبون من طرف المستشارين الجماعيين، وأعضاء يمثلون غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري. وينتخب أعضاء مجلس العملات أو الأقاليم لمدة 6 سنوات طبقا للمادة 43 من مدونة الانتخابات. ووردت اختصاصات مجلس العمالة أو الإقليم في الباب الرابع من ظاهر 3 أكتوبر 2002 المنظم للعملات والأقاليم ومجالسها، وذلك من الفصل 35 إلى 38، فحيث نص الفصل 35 على أنه يفصل المجلس أثناء مداولاته طبقا للقانون والضوابط جميع المسائل الراجعة لاختصاصه. وإذا كانت مجالس العملات والأقاليم تختص بصفة عامة بجميع الأمور ذات الطابع الإقليمي، بمعنى أن لها اختصاصا عاما في كل ما يهم العمالة أو الإقليم، إلا أننا نلاحظ أن الظهير المنظم للعملات والأقاليم ومجالسها قد ميز بين مجموعة من الاختصاصات، فهناك اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة، بالإضافة إلى اختصاصات يمكن الاصطلاح على تسميتها بالاختصاصات الاستشارية. وتمارس الوصاية على مجلس العمالة أو الإقليم من طرف وزير الداخلية نفسه أو العام الممثل وزير الداخلية والسلطة المركزية. وتتميز الوصاية على مجالس العملات والأقاليم بأنها وصاية قوية وصارمة تطبق على المجالس ذاتها وعلى أعضائها وأعمالها. فيمكن لوزير الداخلية أن يقترح حل المجلس استنادا إلى تقرير العامل ويعلن عن الحل بموجب مرسوم، ولا يجوز إصدار مرسوم الحل عن طريق تدبير عام، بمعنى أنه يجب حل كل مجلس على حدة بمرسوم خاص وبمسطرة خاصة، ويجب أن يحدد في نفس الوقت التاريخ الذي ينتخب فيه مجلس جديد خلال أجل لا يتعدى 3 أشهر يبتدئ من تاريخ صدور المرسوم، ويصدر العامل قرارا مدعما بأسباب باستقالة المستشار الذي يتخلف عن 3 دورات دون عذر مشروع يقبله المجلس. وتتمثل الوصاية على أعمال مجالس العملات والأقاليم في نوعين من الرقابة: رقابة المشروعية ورقابة المراءمة. رقابة المشروعية يعتبر ملغا وباطلا بحكم القانون كل عمل وكل مداولة للمجلس تعلق بأمور لا تدخل قانونيا في اختصاصات مجلس العمالة والإقليم، ويعلن عن الإلغاء بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية. كما تعتبر ملغاة وباطلة بحكم القانون المداولات التي تنعقد خارج دورات المجلس التي يرخص بها القانون، ويعلن العامل بواسطة قرار مدعم بأسباب.
أن الاجتماع غير قانوني وأن أعماله باطلة. رقابة الملائمة، وتتجلى هذه الرقابة في حق سلطة الوصاية في المصادقة على مقررات مجالس العملات والأقاليم صراحة أو ضمنا. فبعد أن حدد المشرع الأمور التي يتداول بشأنها مجلس العمالة والإقليم، نجده في الفصل 59 ينص على أن المقررات التي يتخذها المجلس لا تكون نافذة إلا بعد مصادقة وزير الداخل عليها في أجل 45 يوما يبتدئ من تاريخ توصله بمحضر المداولة، ويعتبر عدم صدور مقرر في أجل 3 أشهر بمثابة رفض للمقرر، بمعنى استحالة تنفيذه لانعدام المصادقة الصريحة من وزير الداخلية. أما باقي المقررات الأخرى فتكون نافذة المفعول إذا لم يطلب العامل توقيفها في أجل 30 يوما من تاريخ التوقيع على محضر الدورة، مستندا في ذلك إلى تقرير مدعم بأسباب يوجه إلى وزير الداخلية. وفي هذه الحالة قد يرفض الوزير قد يرفض الوزير تعرض العامل فيصبح المقرر نافذ المفعول. أما إذا قبل الوزير تعرض العامل عندئذ مقتضيات الفصل 64، بمعنى أنه على الوزير المصادقة صراحة على مقررات مجلس العمالة والإقليم في أجل 2 شهر، ويعتبر عدم صدور مقرر خلال 3 أشهر بمثابة رفض ضمني لتلك المقررات. والآن سنتطرق في المبحث السادس إلى التنظيم اللامركزي على المستوى الجهوي. جاء التعديل الدستوري لسنة 1992 بمستوى ثالث من الجماعات المحلية بالمملكة، حيث نص الفصل 94 من الدستور المراجع على أن الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعملات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية. وهذا ما أكده أيضا الفصل 100 من الدستور المراجع في 13 سبتمبر 1996. وبالتالي اعتبرت الجهة جماعة محلية جديدة، إلى جانب الجماعات المحلية الأخرى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ولقد أريط بالجهة مع مراعاة اختصاصات الجماعات المحلية الأخرى مهمة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية، بتعاون إن اقتضى الحال مع الدولة والجماعات المحلية الأخرى. ويتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس جهوي ينتخب بطريقة ديمقراطية وفقا للتشريع الجاري به العمل. ولقد صدر مرسوم حدد عدد الجهات في 16 جهة، كما حدد أسماء الجهات ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جهة، وكذا توزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة، وكذا أعداد المقاعد الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على العملات والأقاليم المكونة لكل جهة. وجاء الخطاب الملكي السامي المؤسس للجنة الاستشارية حول الجهوية بتاريخ 3 يناير 2010 بمفهوم وتصور جديدين للجهوية ينبنيان على مجموعة من الأسس المرتبطة بالوحدة وتوابت الدولة والتضامن والتناسق في الصلاحيات والإمكانيات بين الجهات. وقد أكد الخطاب الملكي أن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة. وفي إطار الخطاب الملكي السامي ل9 مارس 2011 المعلن لورش الإصلاح الدستوري والمؤسساتي، ركز جلالته على ما يلي: تخويل الجهة المكانة الجديدة بها
الجديرة الجديرة بهذه الدستور ضمن الجماعات الترابية، وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات وفيما بينها. التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها، تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها بدل العمال والولاة، تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة وفي الحقوق السياسية عامة، إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين في اتجاه تكريس تمثيلية الترابية للجهات، وبعد صياغة رؤية متكاملة للجهوية في التقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية للجهوية وفق مقاربة تشاركية. تم تكريس الجهوية المتقدمة في دستور فاتح يوليوز 2011، حيث نص في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، كما نص في الفصل 135 على أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعملات والأقاليم والجماعات، وأنها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنتخب مجالس الجماعات مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر، كما نص في الفصل 136 على أنه يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. وحسب الفصل 137 من نفس الدستور، تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسة الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين، وطبقا للفصل 138 يقوم من الدستور، يقوم رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات البشرية الترابية الأخرى بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها، وذلك بعدما كان يتولى العمال في ظل دستور 13 سبتمبر 1996 تنفيذ قرارات مجلس العملات والأقاليم والجهات والسهر على تنفيذ القوانين وتطبيق قرارات الحكومة وتدبير المصالح المحلية للإدارات المركزية. ومن أجل تفعيل التنظيم الجهوي والترابي الجديد، سيحدد قانون تنظيمي شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية وتركيبتها وشروط تنفيذ مقرراتها وكيفية تقديم العرائض والاختصاصات الذاتية والمشتركة بينها وبين الدولة أو المنقولة إليه، وكذا النظام المالي ومصادر تمويل هذه الجماعات الترابية، ثم موارد وكيفية تسيير كل من صندوق تأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، وشروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل 144 من الدستور، وكذا المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجهات والجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه، ثم قواعد الحكامة المتعلقة بحسب تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة، الفصل 146 من الدستور. فماذا عن تنظيم المجلس الجماعي الجهوي؟ ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب يكونون مكتب المجلس، ويجري انتخاب أعضاء المكتب الجهوي على أبعد تقدير خلال 15 يوما التالية لانتخاب المجلس أو انقضاء مدة انتداب أعضاء المكتب المنتهية مهامهم أو لتاريخ انقطاع المكتب عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب.
وينتخب أعضاء المكتب الجهوي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ولقد نص القانون رقم 47/96 المتعلق بتنظيم الجهات في مادته 39 على أن تكون مهنة من الرئيس ونائبه والمقرر العام للميزانية ونائبه وكاتب المجلس ونائبه مجانية، على أن تراعى في ذلك تعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل التي يمكنهم تقاضيها طبق الشروط والمقادير تحدد بالمرسوم. ويتقاضى المستشارون تعويضات عن التنقل طبق الشروط والمقادير المحددة بالمرسوم المشار إليه، كما ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية كاتبا للمجلس يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ومقررا عاما للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحساب الإداري إلى المجلس الجهوي. أما عن تسيير المجلس الجهوي، فيجتمع المجلس الجهوي وجوبا 3 مرات في السنة في دورات عادية خلال أشهر ماي وشتنبر ويناير، وذلك بدعوتين من رئيسيه، ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة 15 يوما متوالية من أيام العمل، على أنه يمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره وزير الداخلية بناء على طلب من رئيس المجلس يوجه عامل العمالة والإقليم مركز الجهة. ويجتمع المجلس الجهوي أيضا في دورة استثنائية كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمسعى من رئيس المجلس أو بناء على طلب مكتوب في هذا الشأن من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، أو من الثلث على الأقل من الأعضاء المزاولين مهامهم في المجلس. ويعد رئيس المجلس الجهوي جدول أعمال الدورات بالتعاون مع أعضاء المكتب الآخرين، ويبلغه إلى عامل العمالة والإقليم مركز الجهة الذي يمكن أن يقترح خلال 8 أيام على الرئيس إدراج بعض المسائل الإضافية التي يعتزم عرضها على المجلس الجهوي. وطبقا للمادة 28 من القانون المنظم للجهات، يتداول المجلس الجهوي في اجتماع عام، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا إذا حضر في الجلسة أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط. ويحضر جلسات المجلس الجهوي عامل العمالة والإقليم مركز الجهة، حيث يجلس على يمين الرئيس ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بطلب من الرئيس جميع الملاحظات المفيدة المتعلقة بمداولات المجلس الجهوي. وإذا كان الحساب الإداري مبعوضا على نظر المجلس في هذه الحالة، ينسحب عامل العمالة والإقليم مركز الجهة عند التصويت ويحضر الجلسات كذلك العمال المنتمون لدائرة نفوذ الجهة أو ممثلوهم. وتكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، إلا أنه يجوز للمجلس أن يقرر في الاجتماع دون مداولات بطلب من الرئيس أو عامل العمالة والإقليم مركز الجهة أو ممثله إن اقتضى الحال، أو بطلب من ربع أعضائه عقد اجتماع سري. ويحضر الجلسة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، كما يجوز للعمال المنتمين لدائرة نفوذ الجهة أو ممثليهم حضور الجلسات السرية. اختصاصات الجهات: لقد نصت المادة الأولى من القانون المنظم للجهة على أن تناطب الجهة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى مهمة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية، بتعاون إن اقتضى الحال مع الدولة والجماعات المحلية المذكورة. ويبث المجلس الجهوي بمداولاته في قضايا الجهة، ولهذه الغاية فهو يقرر التدابير الواجب اتخاذها لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة، طبعا مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى. لهذا يمارس المجلس اختصاصات خاصة به وأخرى تنقلها إليه الدولة، كما يمكنه تقديم اقتراحات وإبداء آراء الأعمال ذات المصلحة العامة
التي تهم الجماعة والداخلة في نطاق اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام، ويستفيد المجلس للقيام بالمهام المسندة إليه قانونا من مساعدة الدولة ومن مساعدة أشخاص معنوية أخرى خاضعة للقانون. ويجب الإشارة أنه لا يجوز للمجلس الجهوي التداول في قضايا ذات طابع سياسي أو خارج عن نطاق المسائل التي تهم مصلحة الجهة. مالية الجهة: يتم وضع وتنفيذ وتصفية ميزانية الجهة وفق الإحكام الظاهر الشريف المعتبر بمثابة قانون الصادر في 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الإجمالي للجماعات المحلية وهيئاتها، وطبقا للفصل 66 من القانون المنظم للجهة تستفيد هذه الأخيرة من حصيلة الضرائب والرسوم والأتاوى المحدثة لفائدتها بالقانون رقم 3089 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا من حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة لها بمقتضى قوانين المالية، ولا سيما ما يتعلق بالضريبة على الشركات وبالضريبة العامة على الدخل وبالضريبة الإضافية على الضريبة السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك. وفضلا عن ذلك وطبقا لأحكام الفصل 17 من دائرة 30 شتنبر 76 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، فإن موارد الجهة واللجنة المشتركة بين الجهات تشتمل على الإعانات التي تمنحها الدولة وأشخاص معنوية أخرى خاضعة للقانون العام، أموال المساعدة، الأجور المختلفة عن الخدمات المقدمة، مداخيلها، مداخيل ذمتها المالية ومساهماتها، المتحصل من الاقتراض المأدون بها، المداخيل المختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الهبات والوصايا. إن المغرب قد قطع أشواطا مهمة في مجال اللامركزية الإدارية وخول للجهات عدة صلاحيات وامتيازات وأعطاها مكانة لائقة بها من أجل خدمة الصالح العام وخدمة كل جهة على حدة، تفعيلا لمبدأ القرب، تفعيلا لشعار تنمية محلية إيجابية. هذا هو المراد الآن من العمل الذي يجب أن يطلع به رؤساء الجهات وأعضاؤها وكل الغيورين على مصلحة هذا الوطن.